السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. هتكلم النهاردة عن مشكلة مهمة قوي، هي مشكلة نقص هرمون الغدة الدرقية. الأول حاجة هنقول كلمة عن الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي عبارة عن غدة صغيرة موجودة في مقدمة الرقبة أو في الجزء الأمامي من الرقبة. الغدة دي المفروض إن هي مسؤولة عن كل حاجة في الجسم. أي خلل في الغدة دي سواء بالنقص أو الزيادة بيأثر على جميع أجهزة الجسم. طيب احنا النهاردة هنتكلم على نقص الهرمون ده. في ناس بيحصل لها بعض المشاكل مش بتبقى عارفة ايه السبب في المشكلة دي، عشان كده النهاردة انا هقول لكم حوالي 7 أعراض لو موجودين في شخص معين او كلهم او معظمهم يبقى الشخص ده قد يكون مصاب بنقص هرمون الغدة الدرقية. اول مشكلة هي سقوط الشعر. البنات بيبصوا يلاقوا ان فجأة كده انا شعري عمال ينزل بغزارة، حواجبي بقت خفيفة جدا، في مشكلة. يبقى احنا لازم ننتبه ونعمل الفحوصات اللازمة عشان نشوف ونطمن على الغدة. طيب تاني مشكلة اللي هي مشكلة زيادة الوزن. كلنا طبعا عارفين ان الغدة الدرقية مسؤولة عن الحرق، او يعني كسل الغدة بيقلل الحرق. يبقى بنبص نلاقي الشخص ده فجأة كده من غير ما يأكل زيادة، من غير ما شهيته تتفتح، من غير أي حاجة، الوزن عمال يزيد يزيد يزيد. طب إيه السبب؟ يبقى لازم ننتبه برضو نعمل فحوصات عشان نشوف إيه السبب. تالت مشكلة اللي هي الكسل. تلاقي الشخص ده كسلان، عنده خمول، مش عمال نايم على طول، بينام 10-12 ساعة مش مكفيينه، دايما حاسس ان هو عايز ينام. الشخص الطبيعي طبعا ما بينامش اكتر من 8 ساعات، لا ده مفيش اي ساعات نوم مكفياه، وهمدان وكسلان ومش قادر يأدي اي شغل، شغله متأثر، كل حاجة في حياته اتأثرت. طيب يبقى برضو دي علامة لازم بتقول انتبه، يبقى لازم نعمل فحوصات. في كمان حاجة مهمة قوي اللي هي الشعور بالاكتئاب. المزاج بيتغير، أريفة، اكتئاب، عصبية، مش طايق نفسه، كل دي حاجات جدت عليه ما هياش موجودة من الأول. يبقى لازم برضو ان احنا ننتبه ونحاول نشوف ايه السبب. السبب الخامس او العرض الخامس الامساك. في شخص ما كانش عنده امساك قبل كده، ما بيشتكيش من اي حاجة، فجأة بقى عنده امساك، وامساك مزمن، مهما عمال ياخد علاجات مفيش فايدة، الامساك ده ما بيروحش، يقعد يوم واتنين وتلاتة ممكن ما يدخلش التايلت. يبقى ده برضو علامة تنبهني ان في حاجة غلط، ان في مشكلة. سادس عرض عندي هو الشعور بالبرودة. الشخص ده هتلاقيه سقعان، حتى لو الجو مش ساق هو سقعان. شعوره بالبرد او بالبرودة مختلف عن الناس اللي حواليه او عن الانسان الطبيعي. العرض السابع اللي هو ممكن يلاقي فيه تغيير في حجم الغدة، الغدة كبرت، شكلها اتضخمت، برضو دي علامة. يبقى انا لازم كده انتبه واعمل فحوصات. احنا لو عملنا الفحوصات وثبت فعلا ان الغدة فيها مشكلة وان في نقص في افراز الهرمون، المشكلة بسيطة ممكن هتتحل، المريض هيتابع مع الطبيب وهياخد الهرمون البديل اللي هو الثيروكسين، هتتظبط الغدة في خلال شهور بسيطة وكل حاجة هترجع زي ما كانت، مفيش اي مشكلة. يبقى المهم ان احنا ننتبه في الوقت المناسب عشان ما يحصلش مشاكل كتير بعد كده، لان هي برضو ممكن لو الانسان ما خدش باله او ما انتبهش او ما عملش الفحوصات وخد العلاج، ممكن بقى يحصل تأثير على حاجات كتير، الكوليسترول والسكر وحاجات كتير بقى في الجسم بتتأثر بالموضوع ده. وفي النهاية بشكركم وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.